روح لفريق الجونه، واحد من ابرز الفرق يعني، كلنا عيوننا عليها دلوقتي ومركزين معاه. صفقاته بتروح كده للعيبه، بتخطف اللعيبه اللي جاهزه، وممكن كمان لعيبه ما كانتش كبيره جدا بس راحت عندهم وتالقت وبشكل كبير جدا، مش كبار سنا ولكن هم اصبحوا كبار بالشكل اللي بيظهروا بيه وهم كمان صغيرين في السن. دي حاله شفناها كتير جدا في فريق الجونه. فطلب مسؤولو الجونه من اداره النادي الاهلي الغاء بند المشاركه الموجود في عقود لاعبي الاحمر المعارين للفريق حتى يتسنى ليهم خوض جميع المباريات، وطلب السربي نيبوشا مدرب الجونه الاعتماد على اللاعبين في جميع اللقاءات بما فيها مواجهات النادي الاهلي، خاصه وان الجونه استعار عدد من لاعبي النادي الاحمر اخرهم باسم علي وسبقوا الثلاثي محمود الجزار واكرم توفيق واحمد ياسر ريان. واكد مصدر بالجهاز الفني في الجونه ان نيبوشا بيسعى لتكوين قوام ثابت طوال الموسم، وبيرى ان هناك عامل سلبي من غياب اللاعبين عن مشاركه بعض المباريات. هو نادي الجونه هيكون عنده مشكله كبيره لو كان في بند زي ده مفعل في عقود اللعيبه المعاره من النادي الاهلي، لان هو عنده قوام كبير جدا من قائمته ومن نجومه من النادي الاهلي، فساعتها فعلا المدير الفني هيكون ما عندوش حلول ولا عنده بدائل لكل هذه المراكز. يعني ممكن يكون في لاعب مش جاهز، لاعب عنده شد، لاعب مصاب، ثلاثه غايبين، ولكن لما يكون كل اللعيبه المعاره من النادي الاهلي صعب ان هم يشاركوا او في بند بيمنعهم من المشاركه في مبارياتهم امام فريق الجونه، ده اعتقد هيكون حاله او سيناريو صعب يعني يقدر يتعامل معاه الجهاز الفني لفريق الجونه. هنشوف المناقشات دي هتوصل لحد فين، واملا باذن الله ان هذا البند يتم الغائه خالص في كل العقود للاعيبه اللي بتعار من اي نادي لنادي اخر. ست نقاط اللاعب بتاعك هيشارك فيهم ذهابا وايابا، هما ممكن يكلفوك ايه؟ ما هو الاداره اللي شاريه اللاعب دي شارياه لكل مباريات يعني الا مباراتين ليه، ولكن هنشوف هيقدروا يتعاملوا ازاي مع القصه ديت. ان شاء الله تكون مش موجوده في الفتره اللي جايه في الدوري المصري، ولكن بالنسبه لفريق الجونه فهي كمان سيناريو صعب جدا ان هو يكون موجود.